أعطنا سامي من الكويت، تفضل يا سامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية شيخ عثمان. يا مرحبا حياكم الله. شيخ عثمان، أنا والله أنا أسف، أنا حضرت آخر بس 10 دقائق من الحلقة، وبعدين الرجال المتصل اللي قبلي هذا عفوا، لا هو مسلم ولا هو كتابي ولا ينتمي إلى أي حتى ملة غير الله. الله يستر. لأن حتى المشرك اللي ما عنده دين ما يتعامل بهذه اللغة. الله المستعان. يعني احنا بنعتبر يعني عن اي شيء صدر. تفضل. شيخنا، بس انا في شغله، هلا انت حضرتك قلت كلمه اللي هي انك انت تباهل على انه الايه التطهير فقط في زوجات النبي. نعم. طيب انا بقلك شغله، انا يعني بصراحه يعني احنا نتقبل التفسير والخلاف والنقاش ونرحب فيه يعني. نعم. بالنهايه يا ريت نوصل لنتيجه، مش تحديات يعني. لا لا لا، تحديات لا، تفضل. انا قرانا في كثير من التفاسير يعني، ما يعني انه في كثير انه الرسول جمعهم يعني، في الطبري، في حتى في صحيح مسلم، انه الرسول خص الخمسه يعني، الأربعة. يعني اللي هم، لا اللي هو يعني احدهم النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. محمد يعني معروف الروايات. نعم. ما بدنا نكرر عشان الوقت. نعم. يعني اذا 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 في وجهة النظر تقول اضافه لنساء النبي، فكيف حضرتك هلا بتقول انها خاصه فيهم مع انه الرسول، عفوا بس يعني انت بتقول روايه الامام الحسن ضعيفه، طب ما هي تدعم الروايه اللي موجوده في صحيح مسلم. في روايات الطبري، تفسير الطبري يقول انها نزلت في الخمسه، في شواهد في الروايات. انا والله مو يعني مو انت لابس لابس انت ادرى في المصادر، ان الرسول كان يروح على بيت فاطمه 6 اشهر ويقرا الايه، فهذا نوع من الاشهار، هذا نوع من الاشهار. بس يا ريت والله توضح لي وجهه نظرك، احنا مختلفين صحيح. ابشر بس ابشر، يا ريت نفهم بعض اكثر يعني. بس ابشر ابشر ابشر. تسلم. وسؤال ثاني لو سمحت. سم. انا على فكره قارئ كتبك ومتابعك من ايام، انا تعرفت عليك من خلال قناه المستقله زمان. يا مرحبا. وقارئ كتبك وبتابعها ومحتفظ فيها وعندي بالبيت سنين والله. حياك الله. التحقيق وال يعني حقبه من التاريخ وكثير كتب عندي انا محتفظ فيها، ورد على التيجاني موجودين عندي كتب يا كلهم. حياك الله. في ايه مباهله اهل نجران، ان شاء الله ما في داعي نباهل بعض، كلنا ان شاء الله على خير يا رب. حياك الله. حياك الله. لما الايه بتقول انفسنا وانفسكم، تمام، في تفسير ابن كثير بصحيح بيقول انفسنا انه الرسول وانفسكم اللي هم المسيحيين او النصارى اللي كانوا او يدعو نفسه، عفوا يدعو نفسه. نعم. إيه، بينما الفعل في السنه اللي بيشيروا اللي احنا بنشير له الجعفريه، الفعل في السنه انه الرسول انفسنا اشارت الى علي، لانه نساءنا ما اصطحب الا السيده فاطمه، واولادنا اصطحب الحسن والحسين، وكان معهم الامام علي. نعم. فاحنا بنطبق الايه بي 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 اللي هو سنه الرسول، قول او فعل او تقرير، وفعله هنا انه اخرج هذول الاربعه معه. نعم. فشو وجهه نظرك في كلمه انفسنا؟ ابشر ابشر. بس انا حاب اسمع منك. ابشر ابشر. واحنا اسفين، لانه مهما كان في اختلافات واديان وشو ما كان يكون، اللغه الـ يعني عفوا الغير محترم، هذا انظف وصف ممكن اوصفه، مش مقبوله من اي شخص لاي شخص. احسنت. بارك الله فيك. حياك الله، جزاك الله خير يا سامي. طيب تعلق سريعا ان شاء الله ثم. اولا الاخ سامي، اشكرك على لطفك وادبك، وانا اتمنى حقيقه ونحن ما جلسنا هذا المجلس الا لنتناقش نقاشا علميا راقيا نطرح فيها هذه النقاش، او هذا النقاش نطرح فيه افكارنا بحريه وانصاف وادب. وانا اشكرك على ادبك، بارك الله فيك. ولا مانع ان الانسان يتناقش مع اخيه المسلم و يبدي رأيه، وإن اقتنع أخذ به، وإن لم يقتنع لم يأخذ به، مع بقاء الاحترام والتقدير. وأنا أعلم يقينا أن هذا الذي اتصل لا يمثل جميع الشيعة، بل ولا نصفهم ولا ربعهم، يعني يمثل نفسه. الإنسان لا يمثل إلا نفسه، وأمره إلى الله تبارك وتعالى.
وأنا لن أرد عليه أو لن أرد على سبه بسب مثله، ولكن أقول اللهم اهده وعسى الله تبارك وتعالى يريه الحق حقا. أما بالنسبة لسؤالك أن الآية نزلت في الخمسة أو دعوتي للمباهلة، أنا لا أدعو للمباهلة، ولكن يعني جاءت عند ذكري كلام مجاهد، ولكني مستعد طبعا للمباهلة لو دعاني أحد، لكن أقصد أن ليس المقصود هذا الأمر، ولكن جاء تبعا لذكري أثر مجاهد رحمه الله تبارك وتعالى. أنا أقول هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمنع دخول غير نساء النبي صلى الله عليه وسلم في مسمى أهل البيت من الحديث وليس من الآية. فنساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البيت بدلالة الآية، علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدلالة الحديث، فكون النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليهم الآية فهذا يدل على أن الآية تشملهم في قول الله تبارك وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت. لكن نزول الآية، سياق الآية نزل أثناء الكلام عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذه قاعدة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.